لسه مكملين مع حضراتكم هذا الحوار الممتع جدا مع الكابتن الكبير كابتن محمد صلاح، والان هي فقره 10 على 10. فقره 10 على 10 كابتن محمد سهله وبسيطه، ايجابي سلبي، حضرتك بتاخد نقطه، الاجابه في 30 ثانيه، لا تعليق، بتنقص نقطه. الصوره الاولى الكابتن الكبير كابتن فتحي مبروك. ايجابي. اولا كابتن فتحي كابتني، من ضمن الناس اللي احتضنوني في المنتخب، زميل الكليه، منتخب الجامعه مع بعض، عشره عمر لغايه التحليل، بس بقى لي فتره ما شفتوش، فبسلم عليه. نشوف السؤال بعد كده. شيكابالا حبيبي. ايجابي. ايجابي 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 كمان. ايجابي ايجابي. اولا حبيبي من الناحيه الانسانيه. بقول تاني، وانا كنت واخد فكره عن شيكابالا مش كويسه من اللي سمعته قبل كده، لما عشيرته فعلا مثل لعشيرته مش عارف ايه، طبعا يعشق نادي الزمالك، يعشق لعيبته، يعشق عمال غرف الملابس كلهم بلا استثناء، القعده بتاعته معاهم، قائد، عيبه بس عصبي. اعتقد لما نضج الحمد لله ما فيش حاجه خالص، كان عليه فكره وحشه انه عمره ما خد بطوله وهو بيلعب، الحمد لله السنه اللي فاتت دي كلها بطولات شيكابالا. اتمنى له التوفيق وان شاء الله مزيد من البطولات ان شاء الله. الصوره اللي بعد كده صالح. صالح، شوف انا مش عايز اقول سلبي ايه، اولا انا كاخ لعيب كويس قوي 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 قوي، اهمل بعض الوقت في حق نفسه من الناحيه التدريبيه، لكن هنا كره كويسه جدا جدا. اعتقد ان الصلح اللي حصل السنه دي في صالحه بالنسبه للنادي الاهلي، عليه ان يثبت للناس وللمدير الفني واللي قالوا ان صالح يرجع عشان يلعب، ان هو فعلا جدير بانه يلبس التيشيرت يكون اساسي. شوف الصوره اللي بعد كده. مين؟ انا مش مين يا جماعه الصوره اللي معانا عشان مش واضحه. لا، سميث، مايكل سميث. سميث 86 اخذ البطوله، بس انا ما اتعاملتش معاه، بس اكيد اول بطوله افريقيه كان يعني بعد فتره كبيره جدا في مصر، كان معاه كابتن طه. ايجابي طبعا. كان معاه كابتن طه وكابتن شحت الله يرحمهم، من احسن الناس اللي كانوا موجودين، وفرحنا، ودليل الناس شايلاه. انا اعتقد يعني كل ده جماهير. نشوف الصوره اللي بعد كده. كابتن حسام بدري. ايجابي. اتمنى ان الناس تساعده في مصر. الفترة اللي فاتت كان عليه لغط كتير في ماتشين ما كناش في الحسبان، او كنا متوقعين ان احنا احسن من كده بكتير، لكن الظروف اللي جايه بقى اللي جايه لازم يسمعوا كلامه، لازم يفضلوا وقت كبير جدا عشان المنتخب. صحيح. شوف السؤال اللي بعد كده. كابتن حسن شحاته. ده عمي وحبيبي وعشرة عمري طبعا، ولو قلت لك ان كريم اتولد على ايدي وانا معاه كناش بنسيب بعض، يعني انا ما كانش معايا عربيه، هو كان معايا عربيه، يا اما يوديني العباسيه يا اما نروح نكمل في حدائق القبه. ربنا يديك الصحه، ونشوف في الكره المصريه اكتر من حسن شحاته. صحيح. نشوف السؤال بعد كده، واعتذر كابتن محمد سريعا عشان الوقت خلص. كابتن حسام. كابتن حسام ايجابي. تشرفت ان انا مرنته في المصري، وساعتها دخل 2010 منتخب وشال البطولة. بقول له اهدى صحيا، خلي بالك من صحتك عشان الدوري المصري وانت حمق شوية طبعا. فكله على صحتك. نشوف الصور بعد كده. الصور بعد التلاتة اللي جايين سريعا جدا. مصطفى يونس. ايجابي. ايجابي. زميل مدرسة، بس اتمنى ان هو يهدي من تصريحاته النارية شوية. شوف الصور اللي بعد كده. حازم امام. حازم، انا خليفتك في الملاعب. خلفت انت لعيب كويس قوي قوي قوي، ما خدش فرصه، اتعور كتير، اعتقد ان بقاله سنه نشوف نضج وماشي كويس. شوف اخر صوره كابتن محمد صلاح. انا ايجابي، احسن باك في مصر. احسن. لا بهرج. لا بهرج. لا احسن باك. لا انا هاخدها دي، هاخدها اخر تصريح، انا مش هرجع فيها خلاص. ما اقدرش اشكك في نفسي طبعا، لكن انا واحد من اللي خدموا نادي الزمالك، وانا اتمنى ان كل الناس تبقى تخدم العمل بتاعها، ويبقى عندنا ضمير في الشغل. كابتن محمد حضرتك شرفتني. ربنا يخليك. انا مستمتع بالحوار معاك. انا متشكر جدا استحملتوني كتير. لا ده بالعكس، ده احنا استمتعنا بيك. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده مشاهدينا الاعزاء من بي اون تايم. اشوفكم يا رب على خير في افضل حال.